ازاي بقى الفرعون او ازاي بقى الاحمر او فكره السرقات بتاعت الاثار ايه ده. بقى احنا الحدوته دي؟ عندنا لا بص انت قبل ما تقولها لي بقى هتقول لي الاصل، زي ما اتحكيت لي كده الحكايه بتاعت انتشار لعنه الفراعنه جايه منين، هتقول لي هو اصل قصه الزبق دي جت منين؟ تعالي نجيب فكره يعني الاثار. نجيب الاصول عشان كده اللي خلى الناس دخلت تستخدمه بالظبط في كده الاشاعه. في اربعينيات القرن اللي فات 1900 حاجه و30 1900 وبدايه الاربعينات، كان عندنا شخص بيعمل حفاير في سقاره اسمه زكي سعد. الراجل ده كباره، راجل سكره بيشتغل في الحفاير، فاكتشف مقبره بتاعت واحد من قاده الجيش المصري في عصر الاسره ال27. الاسره ال27 واحده من الاسرات اللي جت في مصر في العصور المتاخره. الراجل ده كان قائد الجيش، ومصر وقتها كانت على صفيح ساخن. احنا حرفيا في العصر المتاخر كنا بنحارب الدنيا كلها، شويه الفرس يدخلوا مصر، شويه صحيح، الليبيين شعوب قبلها، البحر شويه شعوب الأحمر، البحر، ليبيا، دخلنا في كله. حاجات كتيره قوي، فاصبح عندنا مشاكل كتير وكان عندنا حروب كتيره قوي قوي في الفتره دي. فعمنا امنطف نخت الراجل يموت، وكانوا على عجله من امرهم فيحنطوا الموميا بتاعته ويحطوها في التابوت. فلما يجي زكي سعد، وده حصل تقريبا سنه 700 قبل الميلاد، 700 وشويه قبل الميلاد، وبعدها تقريبا باكتر من 2000 وشويه سنه، لما يجي زكي سعد يكتشف المقبره دي في اربعينات القرن اللي فات، يلاقي الماده سائله حمراء لزجه شويه، والمادة دي يعني مختلفة شوية عن الكونتكست بتاع المنطقة كلها حواليها أو المكان كله حواليها. يلاقيها فين؟ في في المقبرة التابوت ولا في بتاع في التابوت؟ التابوت بتاع المقبرة بتاعت اوكي، أمنطف نخت. وهو محنط بالشكل التقليدي، موجود التحنيط ومحنط التقليدي بالظبط المصري، كده بالظبط. لكن هو مصري حواليه أمنطف نخت يا حاج. لا اقصد الشكل المصري التقليدي للتحنيط، انا بالظبط بتكلم كده. كده. ورغم كده في مادة في حواليه، التابوت، يعني عبارة عن عصارة صغيرة كده لزجة حمراء غريبة بكميات موجودة. قليلة. موجودة في التابوت. طب نعمل ايه بقى وقتها؟ نروح دي كانت واخدين. جديدة، دي حاجة غريبة علينا، دي احنا حاجة غريبة. مش معتادين على كده. فنبدأ ناخد العينة دي ونبعتها لمصلحة الآثار، وقتها كان الوزارة، وقتها كان اسمها مصلحة الآثار، وكان اللي ماسك الفكرة بتاعت التحليل وقتها الكيميائي كان حد شاطر جدا كان اسمه ألفريد لوكس. فكرة ألفريد لوكس عامل كتاب تحفة قوي اسمه المواد والصناعات في مصر القديمة، بيتكلم فيها عن معظم المواد اللي المصري استخدمها أصلا وتحليل كل مادة، وكان كيميائي شاطر جدا يعني. فألفريد لوكس ياخد العينة دي ويبدأ يشتغل على المادة دي علشان يشتغل عليها. بس الوقت بقى، الميديا بقى، من وقت ما اكتشفوا المادة دي لحد ما بقوا يحللوها، الناس مسكت بقى اكتشاف الزئبق الهبد الأحمر بقى. المصري. فبدأ يبقى عندنا يعني هبيدة بالكون بس ده بقى زمان، ولا كان في سوشيال ميديا، ولا كان ما الموضوع بين يعني الناس. ما تبقى احنا عندنا صحافة وعندنا، اذا كانت بتتكلم في فترة في الفترة وهو بتاعت مش زئبق اصلا ولا له علاقة ما بالزئبق، احنا لسه هنقول بقى ايه لسه المادة هنقول. الغريبة العجيبة اللي هم اكتشفوها دي. بدأوا يمسكوا، تعالوا لو خلص نقول للسادة المشاهدين اللي عايزين يعرفوا يعني ايه زئبق اصلا. زئبق هو عنصر من العناصر الموجودة في الجدول الدوري، ولادنا اللي هم بيدرسوا ده العناصر كيمستري. الموجودة في الترمومتر. بالظبط كده الكيمستري. بالظبط كده اللي بيدرسوا الكيمستري يعرفوا ان الزئبق عنصر من العناصر الموجودة في الجدول الدوري، والاختصار بتاعه اتش جي، والكتلة بتاعته 80، يعني عنصر عادي جدا جدا. ولون العنصر ده شويتين بيميل للون السيلفر، وبيعصر عليه بشكل سائل، او هو موجود بشكل سائل. بس الزئبق الاحمر المصري هو ده بقى اللي بيتكلموا طيب عنه. تعال نعمل تشويق للناس عشان نستنى نشوف ايه هو بقى الزئبق الاحمر المصري. الزئبق الاحمر ايه بس بقى؟ الزئبق الاحمر ده مش اي زئبق. ده الزئبق الاحمر ده بيستخدم في القنابل النيتروجينيه، اوكي بيستخدم كمان في الصواريخ البالستيه، اوكي بيستخدم كمان الزئبق الاحمر ده في كغذاء للجن. وقلب الحبيب لا مش للدرجه دي. اي حاجه ملوش الا فيه. قلب الحبيب. لا فيكي شغل الزئبق الاحمر دي بتاعت الشيخه اسمها ايه وبعد النهرانيه. المطلقه وهي الرباع المطلقه. لا دي ده بتاعت انت الشيخه. بتقول ده حقيقي ولا ده الهبد اللي لا ده الهبد. ده الهبد؟ انا عشان كده ده بقول طب الهبد. يعني جاي على قلب الحبيب ما انا طب عشان خاطرك. ورجوع المطلقه. فكل الحاجات دي الزئبق الاحمر بيعملها. طيب
نيجي بقى نمسك، رجعنا بقى، تعالى يا عم ألفريد قول لنا يا عم لوكاس ايه اللي حصل وايه الحاجات اللي انت قلتها دي. على فكرة موضوع الزئبق الاحمر ده كان ترند الفترة اللي فاتت دي، خصوصا في الثمانينات، فجأة كده لقوا ماكينات الخياطة اللي موجودة في السعودية، الموضوع كان غريب جدا وطلع ترند. ماكينات الخياطة اللي هم بيستخدموها نوع معين من انواع الماكينات، الناس قالت انه بيستخدم في تصنيعه الزئبق الاحمر ده، فبدأت الناس تشتري الماكينات دي بأشكال رهيبة، والمكنة اللي كانت سعرها ما عرفش جنيه أصبح سعرها 10 و20 و30، وبقت بتتباع بالدولار علشان الناس تفككها وتاخد منها الزئبق الأحمر. الغريب إن فكرة الزئبق الأحمر دي كانت موجودة في فيلم من الأفلام المصرية المشهورة اللي هو الفيلم بتاع صعيدي رايح جاي، ودي واحدة من الحاجات السينمائية اللي موجودة وبتنشر الحاجات دي، لما كان عبد الله فرغالي مع، فهم لقوا في المقبرة الموميا والحاجات دي كلها، فهو الراجل كان عايز يشتري حاجة واحدة بس من المقبرة، من الموميا، هي الزئبق الأحمر. هي الزئبق الأحمر ليه بقى؟ لأن في إكسير الحياة، لأن وانس أن أنت أخدت كمية صغيرة منه بكمية صغيرة وتم حقنك بيه، فأنت كده بتاخد إكسير الحياة اللي هي الحياة الأبدية اللي هو الفوريفر، وبتأثر عليك كمان أن هي بتشيل التجاعيد اللي موجودة في الجسم وبتاع مش عارف إيه. والغريب كمان أن لصوص المقابر بيقولوا أن الزئبق الأحمر المصري ده بيستخدم كغذاء للجن، فدايما الشيخ المغربي اللي هو بيعزم على المقبرة علشان يطرد الجن الحارس بتاع المقبرة اللي هو الرصد، كل اللي احنا بنقوله دهب ده يا جماعه من فضلكم لازم تبقوا عارفينه. انا مركزه جدا. كل اللي احنا بنقوله دهب، بياخد الزئبق الاحمر ده كغذاء للجن علشان قربان للجن ده علشان هو يساعده في فتح المقبره علشان يعثر على الكنوز الفرعونيه. كل الكلام ده كيف بيحولوا الحاجات لفلوس دي ولا دي؟ ما هو بقى الليله كلها ان انا باخد باخد الزئبق الاحمر ده بدي للجن، فبعثر على الخبايا اللي موجودة، فبقى وانس ان انا لقيت الاثار دي فببيعها وبقيت حد بقى غني يعني. فهي كلها فكرة الراجل ده بيحاول يتقبض عليا، ما انا يعني ما في حاجة فيه معوقات في النص. ما هو الفكرة كلها ان، ودي حاجة غريبة جدا، لا اصل في حاجة ليها علاقة بالفلوس يحطوا صندوق ويتحول لفلوس، ما اعرفش انا، ما هبد بقى بالهبد. بصي يعني الاغرب حاجة ان دايما الافلام ودايما الناس اللي بتلاقي الاثار، ويمكن دي حاجه بتسترعى انتباهي، ان دايما الناس اللي شغاله في الحاجات دي اللي بتدور على الزئبق الاحمر واللي بتدور على الكنوز الفرعونيه بيبقوا دايما محتاجين شيخ مغربي يبقى معاهم عنده نوع معين من الطلاسم والتعويذ، علشان لما يقول هيفك الرصد بتاع المقبره فيفتح. وده فعلا كان موجود في الافلام بتاعتنا زي صيد رايح جاي ومش عارف ايه والكلام ده كله. بس الغريب ان نفس الجن الحارس ده لما احنا كاثريين بنيجي نحفر ما بيبقاش موجود. يا جماعه انتم مفتشين اصلا، انتم تبع الحكومه او خلاص اتفضلوا اتفضلوا انتم معاكم كرنيه بطاقه ضائعه تقدروا تحفروا وتعملوا اللي انتم عايزينه، واحنا مش هنعطلكم اشتغلوا. واحنا بنكتشف كل يوم تقريبا اثر في مصر كلها من اقصاها لاقصاها، بس ما لقيناش لا رصد ولا بيبقى معانا على فكره في بعثه الحفر الاثري شيخ مغربي يفك الطلاسم ولا بيبقى معانا الكلام ده كله. بس ده كارنيه بتاع الاثار. بالظبط، ده بيفتح لنا الحاجات المغلقه صح كده، عارف شغله بالظبط كده. فالحاجه الغريبه يا جماعه ان انتوا، هو ليه ما بيسترعيش انتباهكم ان الكلام ده كله عباره عن نصب في نصب علشان يضحك عليكم؟ ألفريد لوكاس قالها لكم في الاربعينات بتاعت القرن اللي فات، ان لما جه اخذ المادة بقى اللي لقاها عند أمونتف نخت وجي يحللها، الراجل ده لما مات فجأة وتم العملية بتاعت التحنيط السريع اللي حصل له، بقايا من مواد التحنيط تسقطت موجودة في الكبود بتاعه يعني. فهنلاقي بقى فيها راتنج، هنلاقي فيها نشارة، هنلاقي فيها اصماغ عطريه اللي هي يعني العطريه، يعني ممكن ما يكونوش انتظروا الوقت الكافي مثلا ان هي الحاجات دي بتجف بداخل المومي او كده، فتحط كده بسرعه فلاقينا الماده اللي هي بتبدو لزجة، عليها لزجه وبتميل للحمره، دي هي عباره عن مواد تحنيطيه خلط بيها ممكن يكون حاجات صغيره من الدم بتاعه فخدت الحمره اللي موجوده دي، فالناس وقتها اخذتها. تعرف ان كمان الحاجة الغريبة ان الفكرة تاني طغت على السطح في 2018
لما وزاره الاثار عملت حفاير في سيدي جابر ولقوا التابوت اللي سموه تابوت اسكندريه اللي كان مشهور جدا في الحفاير ده، كان معمول من الجرانيت. ووقتها ناس كتيره جت لموقع غريبه جدا ان موقع الحفاير في اسكندريه ناس كتير تيجي وقعدت تحذر الناس الاثريين، اوعوا يا جماعه تفتحوا التابوت ده، لو فتحتوا التابوت ده هتجددوا لعنه الفراعنه مره تانية وهيحصل ويسوي. ولما فتحوا التابوت لقوا ماده لزجه حمراء برضو من موجوده جوه، كانت عباره عن سوري التابوت حصل فيه كراك صغير مع الوقت، فالمكان قريب شويتين ثلاثه من الصرف الصحي، فبدات حاجات تتسرب من الصرف الصحي ده تدخل في التابوت وتعمل الحاجات. فالناس كلها ما بتصدق تمسك حاجه وتبدا تعمل عنها بروباجندا. ميه كده دخلت في التابوت، كان موجود على عمق كبير جدا جدا، فمع العمق ده مع الميه اللي موجوده مع حتى لو بصينا على الصور بتاعت التابوت دي هنلاقي حاجات كده ميه لزجه وموجوده واخده شويه اللون الاحمر ده. فاللي هو يا جماعه من فضلكم لا والله لا الكوميدي اللي انت بتتكلم ده صرف صحي كل يعني انا واحنا يعني علشان التابوت ما كانش موجود في منطقه اثريه مغلقه، ده حفاير بتاعت بنايه بتاعت شخص، فهم بيحفروا فلقوا التابوت ده، فالراجل صاحب المبنى بلغ وزاره الاثار فجت الوزاره. بس اقصد يعني شوف الاشاعات ممكن او يعني الفكره ممكن تفضل تتطور طبعا طبعا طبعا، ويمكن ده كمان حصل في 2008، ده ناس بتقول ان بسبب فتح التابوت ده العالم كله ابتلي بالكورونا ومش عارف ايه، لان احنا فتحنا التابوت فجددنا تاني لعنه الفراعنه وعملنا ما اعرفش ايه. يعني احنا اتكلمنا في الطبق بتاع لعنه الفراعنه، فكمان احنا كده بنجدد اللعنه. ناس كمان اتكلمت في الحته بتاعه اللعنه دي ان الحرب العالميه الثانيه حصلت نتيجه ان البوق بتاع الحرب بتاع توت عنخ امون وهم بينقلوا المقتنيات دي وبيعملوها، واحد مسك بالغلط البوق بتاع الحرب بتاع توت عنخ امون ونفخ فيه، فده كان سبب في وجود حروب عالميه. الناس بتربط حاجات زي ما قلت لحضرتك، الحضاره بتاعتنا عظيمه كبيره لدرجه واستثنائيه لدرجه ان الناس مش خياليه. بالظبط، ما هو مش قادر يصدق ان انت عندك حاجه علميه ومبنيه على قواعد، فبيمسك بقى حاجات تانية ليها علاقه بالميتافيزيقا. بس هقول لك حاجه يا دكتور عزم، هو مش بالقصد يعني، في طبعا قصدين كتير، لكن اقصد هو الخيال وفكره المغامره وفكره السسبنس ده جزء من متعه الانسان. تجاره الناس يعني اللي بيقدر يسوق بيه شغل فبيعمل ده، لكن احنا بطبيعتنا زي ما بتروح تركب الملاهي وتختار اكتر لعبه بتخوف وتركبها وانت أيوة مرعوب بالزبط. بس هو جزء من الادرينالين يعني انت بتبقى هي دي حلوه بس وحشه يعني. يعني انا عايز اقول لك محمد اللي بتجيله الرساله بتاعت يا محمد عمك لقى ذهب وياقوت ومرجان، ممكن اصلا يكون كل اللي حيلته قرشين هو محوشهم، وممكن الرساله دي اصلا تضحك عليه فيروح يشوف مين محمد ومين عمك ومين اللي لقى. انا مش بقول ان ده ايجابي، انا اقصد ان في كل العالم عندك فكره الخيال يعني زي الجوستس مثلا بره، ما عندك الشبح اللي بيبقى لابس ملايه بيضاء ده وعنده عينين. وهتلاقي فكره الجن، احنا هو الجن ما بيجيش غير العرب، لا ما في كل الافلام زي كونجرينج ومش عارف كل افلام لا ده موجود في كل حاجه يعني. وتلاقي المسلمين بيحاربوه بكده والمسيحيين بيحاربوه بكده واليهود بيحاربوه بكده يعني بالزبط. الافكار دي منتشره حول العالم. ده حقيقي، ده حقيقي تماما يعني. فقولا واحدا لما ألفريد لوكس طلع التحليل بتاعه ده اثبت علميا ان احنا ما عندناش حاجه اسمها لا موجوده في المومياء ولا موجوده في مكان معين داخل المقبره، وما فيش حاجه اسمها الجرام منه بيعمل ما اعرفش كام مليون دولار ومش عارف ايه والكلام اللي هما بيقولوا، فغالبا هي وسيله من وسائل النصب اللي بيستخدمها النصابين علشان يضحكوا بيها على الطماعين اللي برضو بيبقوا منجرفين ناحيه الثراء السريع. انا دايما اقول ان النصاب مستحيل ينصب على حد عنده قناعه عنده رضا، النصاب دايما بيروح ناحيه حد طماع فبيزغلل عينيه، علشان لما يزغلل عينيه فانت تجري وراه علشان تاخد الكتير فتفقد اللي معاك وما تاخدش الكتير. مظبوط، هي دي بس الفكره. فالنقطه الثانيه او الهبده الثانيه اللي طلعت عن الحضاره المصريه القديمه هي الزئبق الاحمر اللي هو مش زئبق اصلا، مش حاجه اسمها كده، اللي هو ما فيش زئبق احمر مصري ولا موجود في مومياوات ولا ولا ولا